رئيس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد. في مستهل الجلسة رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2021، ملوها بأن نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا جاء بفضل عزم أبناء البحرين وتكامل جهود الفرق التنظيمية والطبية والأجهزة الأمنية والخدمية، التي يجدد التأكيد بقدرة مملكة البحرين وجاهزيتها لتنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى في مختلف الظروف. ثم لمح المجلس بالاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي تم فيه بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد السعودي بقرب إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء الشرق الأوسط الأخضر، وتأكيد جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على استعداد مملكة البحرين لدعم جهود تحقيق المبادرتين، مشيرا المجلس في هذا الصدد إلى أهمية المبادرتين وأهدافهما النبيلة في حماية الأرض والطبيعة. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن الشقيق، منوها المجلس بجهود الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده حفظهم الله الداعمة للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي. بعدها أشاد مجلس الوزراء بنجاح الجهود التي قامت بها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتعامل مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس، معربا عن التقدير للدور المصري في تأمين استقرار ممرات التجارة البحرية. إلى ذلك أعرب مجلس الوزراء عن أصدق تعازيه لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال وقرر ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: أولا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التأسيس المتبادل للمراكز الثقافية والتي تهدف لإثراء وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. ثانيا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن البرنامج التنفيذي للاتفاقية الثقافية بين هيئة البحرين للثقافة والأثار ووزارة الثقافة والأثار والسياحة بجمهورية الصين الشعبية للأعوام 2021-2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي الثنائي من خلال الفعاليات والمعارض الثقافية المشتركة وتبادل الوفود والخبرات. ثالثا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مرئياتها حول عدد من التوصيات المرفوعة من المجالس البلدية لوزارة شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. رابعا، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 مقترحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمان من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى. ثم استعرض مجلس الوزراء الموضوع التالي: مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن الوضع التنفيذي لعدد من المشاريع التي تنفذ في إطار برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022.